الحمد ايه لله. رأيك في اللي بيحصل في كرة القدم المصرية بشكل عام الأول؟ هو طبعا يا كابتن يعني انا بتكلم بحته يعني الكوره, موضوع المنتخب بالاخص. يعني انا طبعا الواحد مبسوط للكابتن حسام جه جدا. ما هو انا برضه بس انا عايز اسال او عايز اقول للناس لازم يفرقوا ما بين انتقادنا لاتحاد كرة القدم وما بين تعيين حبنا الكابتن حسام. وتعييننا انا شخصيا واحد من الناس اللي يعني بقول لك ابصم بالعشرة على تعيين كابتن حسام. طبعا يعني انا كان نفسي الكابتن حسام يجي مش بالطريقه دي, يعني انا اسف في الكلمه, الكابتن حسام جه بطريقه الضغط جماهير الاعلام الرياضي والجمهور من بعد خروجنا من بطوله صحيح. افريقيا. انا ما كنتش حابب اللي هو يجي بالطريقه دي. يعني الكابتن حسام تاريخ كبير في الكره المصريه, مدرب كويس لازم ياخد فرصه. انا قبل ما اطلع مع حضرتك يعني الكابتن ايهاب جلال خد فرصته, الكابتن حسام البدري خد صحيح. فرصته, ما دام في مدرب وطني لازم هو ياخد فرصته. والفرصه دي كانت لازم تبقى من فتره بعيده جدا. لكن انا ما عجبنيش القرار اللي هم اول بعد البطوله اخذوا قرار اللي هم لازم فيتوريا يمشي وهيجيبوا مدير فني جديد ويعينوا الكابتن محمد يوسف مدرب عام مع الجهاز الفني الاجنبي اللي جاي ده. قرار هو اولا هم يعني الضغط اللي عليهم ما خلوهمش ياخدوا القرار الصح. يعني معلش يا رامي, معلش, الضغط اللي عليهم, انا كلنا 99% و9 من 10 من الشعب المصري عارفين ان القرار الاصوب والاصلح هو اقاله فيتوريا. تمام, فلماذا لم تتم اقاله فيتوريا مباشره؟ بعد كده اقعد بقى اجيب السيفيهات, يعني ده كان رايي, معرفش راي حضرتك ايه في هذا الامر, اجيب السيفيهات الاجنبيه كلها, كل السيفيهات, السيفيز بتاعه المدربين الاجانب واحطها واقعد اقراها واحده واحده, ما عنديش مشكله. والناحيه الثانيه السيفيز بتاعه المدربين المصريين, وابتدي اشوف الاول مصري ولا اجنبي. اجنبي خلاص, خلاص ابص على خش على الاجانب. ابص على الاجنبي, لا خلاص نستبعد الاجنبي عشان عندنا كذا وكذا وكذا وعندنا مشاكل في الدوله وكذا وكذا, نستبعد الاجنبي. حلو, نروح للمصري, في اسلام, في رامي, في فلان, اسلام ايه, رامي ايه, واحده واحده صح, ونقول صح. هو هم اول خطأ خدوه اللي هو لازم اول ما خرجنا هناك يا كابتن في البطوله كان لازم القرار بتاع فيتوريا اقاله فيتوريا هناك في كوت ديفوار, ده اول قرار كان لازم يتاخد. ويجوا في خلال 3 4 ايام اللي هو بقى لهم اسبوع دلوقتي قاعدين طلعوا بقرارات, قرارات كلها ما اتعملتش. دي تدل على ضعف ادارتهم لاتحاد الكوره. والدليل اللي الكابتن حسام لما تم تعيينه النهارده, يعني انت حضرتك بتقول مثلا احسن قرار خدوه, هم مش قرارهم اصلا. يعني الدليل يعني لا, يعني انت عاوز برضو ايه يعني تديهم اي حاجه كويسه. هو بصراحه عملوا حته دوري المحترفين دي حاجه صراحة كويسه. الواحد يقول اللي يقول عليه. يعني كان لازم الموضوع يتعمل من 3 سنين, هم خدوا قرار بيه بقالهم سنتين واتنفذ. خلي بالك اتهاجموا جامد الفتره دي وبتاع, لكن بس بصراحه هو دلوقتي هو قرار سليم 100%. ودوري قوي جدا, صحيح, وهتلاقي يعني الدوري كله كان صحيح. متشاف. الحاجه الثانيه, انت دلوقتي خدت طلعت بقرارات بعد ما جينا من البطوله وخرجنا, وفجاه ما خدتش قرار من القرارات اللي انت عملتها دي كلها كلام كلام, لغايه ما خلاص جه سياده الوزير اتكلم والاعلام كله بيتكلم كابتن حسام لازم يبقى موجود. خلاص هو كابتن حسام هنقول الراجل الفتره ديت هو خلاص عاوزين كلنا مدرب في ظهره وطني. وكلنا هنقف معاه لازم الاعلام بقى كابتن اسلام, عشان يعني الكابتن ايهاب برضو من الناس اللي اتظلمت في ايهاب جلال. طبعا كابتن ايهاب اتظلم, راجل مسك المنتخب شهرين ومسك على قناعه. يعني انا كنت فاكر الفتره ديت كنا احنا ماسكين المقاولين العرب, كان اللجنه المؤقته اللي موجوده اللي هو الاستاذ عمرو الجنايني ومحمد فضل, كان المجموعه دي اللي موجوده يا كابتن اسلام, وكانوا عاوزين يجيبوا الكابتن ايهاب جلال المدير الفني والكابتن عماد النحاس مدرب عام. اوكي, الفتره ديت انا كنا متواجدين احنا في المقاولين, وما حصلش نصيب اللي الكابتن عماد يبقى موجود مع الكابتن ايهاب. لكن الكابتن ايهاب وهم لسه بيعلنوا الضغط عليه والانتقاد عليه والحمله عليه, مش عارف ليه ايه السبب. يعني مع ان يعني المفروض ده مدرب وطني لازم نديله الدعم ولازم نقف ظهره, وده اللي المفروض نعمله الفتره ديت مع الكابتن حسام. والكابتن حسام أيقونة من أيقونات الكرة المصرية, فالناس كلها بتحبه. يعني ممكن قريت البيانات اللي هو سيادة الوزير قايلها. طبعا المنتخب غير الأندية, الكابتن حسام العصبية بتاعته أو الكابتن إبراهيم في المنتخب مش هينفع. لا أعتقد طبعًا إن هو حتى نفسه الكابتن حسام, أنا متأكد إن هو خلال الفترة القادمة هيطلع وهيطلع مع كل الناس وهيقرب كل الناس منه, لأن كابتن حسام بالمناسبة من أنت عارف طبعا من أطيب الشخصيات اللي تتعامل معاها بعيدا بقى عن بعد أي حاجة. الملعب بني ادم تاني خالص وتحب تتعامل معاه وكده. فاتمنى يبقى قرار كويس
سياده الوزير اشرف صبحي القرار اللي هو اخده ده، والاتحاد طبعا دعمه فيه اللي هو يبقى قرار كويس، واحنا كلنا بقى داعمين للكابتن حسام وفي ظهره الفتره الجايه ان شاء الله.